السابعة صباحا بتوقيت الجزائر مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. بداية، ترأس أمس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء. الاجتماع تناول عرضين، تعلق الأول بتموين السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان الكريم لسنة 2023، والثاني بمدى تقدم مشاريع تحلية مياه البحر والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى متابعة الوضع الحالي للجالية الجزائرية بالخارج. استهل السيد رئيس الاجتماع بتهنئة أعضاء الحكومة الجدد متمنيا لهم التوفيق، داعيا إياهم بأن يكونوا في مستوى تطلعات مواطنين، ومستهدفين جملة من التوجيهات والتعليمات والإرشادات تخص الأداء الحكومي جاءت كالآتي. أمر الوزير الأول بتقليص الاجتماعات الحكومية إلا للضرورة وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، كون الجزائر اليوم ليست بحاجة إلى سن قوانين قد تعكر حياة المواطنين، بل إلى إلغاء بعض منها تجاوزها الزمن. التركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهم ملايين الجزائريين والتحلي ببعد النظر في كل ما يخص رفاه المواطنين وراحتهم، كما هو مسطر في البرنامج الرئاسي الذي زكاه وانتخب عليه الشعب. تعزيز التنسيق بين مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة للمتابعة الحثيثة والتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء. أمر وزير الداخلية تحت إشراف الوزير الأول بوضع رزنامة زيارات ميدانية يقوم بها أعضاء الحكومة للولايات بناء على الأولوية في التنمية والانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين. حذر الوزراء من إطلاق وعود للمواطنين غير مؤسسة وضمن آجال غير معقولة وآليات غير مفهومة. الامتناع النهائي عن الاستعمال المبالغ فيه للعبارات السياسية النمطية التي تمجد الشخصيات وتقدسهم عبر أي وسيلة إعلامية توحي بأن كل نشاط حكومي مهما كان نوعه هو بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية. الاحترام الصارم للمواطنين والشعور العام في كل خطوة ومعاملة، كون رضا الشعب هو المقياس الأوحد لحسن الأداء لبناء جزائر مهابة وقوية. بخصوص محاور مستعجلة حول الرقمنة والنقل والاستثمارات، وجه السيد رئيس الحكومة بالشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات، لا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك والميزانية، وخلق أرضية رقمية محينة تقدم معطيات ومؤشرات صحيحة تفضي إلى اتخاذ القرارات المناسبة وتحارب البيروقراطية. تسهيل وتيسير الفعل الاستثماري وتشجيع المستثمرين، لا سيما مع الشباك الوحيد، تخفيض أسعار النقل الجوي والبحري استثناء في رمضان بنسبة 50% لفائدة جاليتنا الوطنية بالخارج، للسماح لهم إن أرادوا قضاء هذا الشهر الفضيل في أحضان عائلتهم ووطنهم نظرا للمتاعب الاقتصادية في بلدان إقامتهم. إعادة بناء أسطول النقل البحري الجزائري بعد استهدافه وتعرضه لمؤامرة ضد الدولة، مع إعادة التقييم التقني لسفن الأسطول الحالي من أجل إعداد مخطط تجديده وتطويره. تسريع عملية فتح خطوط جوية نحو عواصم دول إفريقية بخصوص عرض مشترك لتموين السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان 2023. وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمزيد من الضبط والتنظيم، وخصوصا في المدن الكبرى، فيما يتعلق بالتموين تفاديا لأي شكل من أشكال التدبدب والمضاربة، الابتعاد عن التقشف في توفير المواد الأساسية للمواطنين، والعمل تدريجيا على التوجيه نحو نمط استهلاكي صحي للفرد الجزائري. في الأخير، أمر السيد الرئيس بتأجيل وإثراء النقاش للعرض المتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب ومحطات تحلية مياه البحر لاجتماع مجلس الوزراء المقبل، وذلك لتمكين وزير الري الجديد من الملف وتحيين معطياته، ليختتم المجلس بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.
وقبيل اجتماع أول مجلس للوزراء عقب التعديل الوزاري الجديد، أخذ السيد الرئيس صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة. وضمن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء التشديد على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، لا سيما مع اقتراب الشهر الفضيل، وفي سياق إجراءات استباقية بتنصيب أسواق جوارية عبر الوطن تعرض منتجات غذائية واسعة الاستهلاك، إجراء لاقى استحسان المواطن بولاية المسيلة التي استفادت من فضاء تجاري بمواصفات عصرية. محمد ياسين نقاش. اليوم تم افتتاح هذا السوق الجديد للخضار والفواكه الذي لاقى استحسان المواطن والبائع على حد سواء. نظافة نظيفة يا ودي ربي، واحد منظمة على الكيف، والله غير منظمة هايلة. الشيء اللي شفته فيه جديد انه نظافة هي الأولى بالدرجة الأولى، ثانيا تقنين تاع الأسعار هذه، ربما حتى وتتحب الدولة تتحكم في الأسعار تلقى كيف تحكم، مش فوضوية كما قبل. كان كل واحد كما ظهر له يدير. هاي الله يبارك اللي تساع، رحمة ربي احنا مريحين، المواطن يجي يشري علينا بالقدر. ثاني وكثر خير، يعني كثر خير الدولة تاعنا. المواطن صاب راحته. لا شوال عن ضاف الله يبارك، الاجتياع الدنيا هكذا برارك كلش كاين الله يبارك. أسواق أخرى وبنفس المعايير ستنجز عبر كل بلديات الولاية. يتوفر هذا المرفق الهام على 300 مربع لعرض وبيع مختلف المواد الغذائية، من بينها اللحوم، الخضر والفواكه وغيرها. كما تم فتح على مستوى هذا السوق عدة نقاط بيع تابعة لتعاونية الحبوب والخضر والبقول الجافة. هذا السوق الذي جاء بعد قرار إزالة سوق الكدية اللي كان تسوده الفوضى العارمة ويشوه المنظر الجمالي للمدينة. إذن هو أحد المرافق الهامة التي تدعمت بها ولاية مسيلة في إطار تحسين الحياة اليومية للمواطن والقضاء على البيع العشوائي في الشوارع العمومية. ونموذج آخر عن الأسواق الجوارية بولاية بشار تحقق الوفرة بأسعار تنافسية من شأنها القضاء على كل أشكال المضاربة واحتكار السلع، يقول بوبكر جعطوطي. في هذا السوق التجاري بوسط مدينة بشار تنوعت المواد الاستهلاكية بما يضمن احتياجات المواطنين للمنتوجات التي تعرف استهلاكا واسعا خلال شهر رمضان. والحمد لله على حسب ما احنا نلاحظوا راه كل شيء راه موفر وكل شيء راه رخيص بالنسبه للدجاج بالنسبه للزيت. كمواطنه راني نتمن هذا العام اللي قامت به الدوله وين توفرت فيه المواد الاساسيه مثل الزيت السكر الحليب يوميا. تجار الجمله نقدموا الخدمه للمواطن من الجمله الى المواطن البسيط باسعار تنافسيه. مصالح التجاره بالتنسيق مع التجار والمؤسسات عملت على توفير مختلف السلع بكميات معتبرة. بذلنا مجهود كبير من أجل توفير مواد واسعة الاستهلاك، وإن شاء الله رانا على قدم وساق، وراهي الكمية اللي تدخل مباشرة هي تجي للسوق. تم اختيار موقع السوق الجواري والسوق الجهوي للمواد الغذائية أساسا لتمكين المواطنين من المواد الغذائية مباشرة من الموزع، وتم بالإضافة لذلك ترخيص الموزعين اللي يبلغ عددهم في السوق الجواري 48 تاجر جملة. فيما يبقى وعي المواطنين وتحليهم بعقلانية الاستهلاك يضمن استقرار الأسعار ووفرة المواد طيلة الشهر الفضيل. وضمن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المزيد من التدابير والإجراءات لصالح الجالية الوطنية بالخارج للتكفل بانشغالتها، من بينها قرار السيد الرئيس أمس بتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري استثناء في رمضان بنسبة 50%، وهو ما لقى كل التثمين والاستحسان. نجوى جدي. إجراءات هامة تأتي تباعا في كل مرة لتصون كرامة أفراد الجالية الجزائرية بالمهجر وتضمن حقوقها وقدومها واستقبالها على أرض الوطن، لها الوقع الكبير في الاعتزاز بالانتماء والانخراط في حاضر الإشراك والنماء.
وجه الشكر والتقدير للرئيس عبد المجيد تبون على هذه المبادرة القيمة اللي دارها للجالية المغتربة هنا في فرنسا، ودار لهم 50% من تخفيضات التذاكر. هكذا نقدروا كامل نصوموا رمضان في الجزائر مع العائلة تاعنا والأحبة تاعنا. نقول لسيد رئيس الجمهورية شكرا على هذا القرار الشجاع اللي أخذته بالنسبة لنا كجالية جزائرية. نقول رمضان كريم إلى الشعب الجزائري وإلى كل الأمة العربية. نثمن كجالية وطنية في الخارج كل الإجراءات المتخذة لصالحها، وبالخصوص إدماجها في نظام التقاعد الوطني، وكذلك إمكانية حصولها على سكن داخل الوطن. كما نثمن الإجراءات الأخيرة والمتعلقة بتنقل الجزائريين وبتخفيض أسعار الرحلات الجوية والبحرية، والتي كانت مطلب دائم للجالية الوطنية تخفيضها في شهر رمضان المبارك. مقارنة بما سبق يمكننا القول أن هناك تحسن فيما يخص الإجراءات القنصلية والإدارية وغيرها. وكطلبة مقيمين في الخارج نثمن بشدة قرار تخفيض أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري، ونتمنى أن لا يقتصر هذا على شهر رمضان فقط، وأن يمتد إلى موسم العطل خاصة نحن كطلبة. هكذا أراد السيد الرئيس للجالية أن تكون قوة دافعة إنسانية واقتصادية وثقافية عالمية، تستند على قرارات جريئة صاغها الالتزام 52 لحماية الجالية الجزائرية وترقية مشاركتها في التجديد الوطني. منذ قدوم الرئيس تبون وضع الجالية في تحسن من خلال إجراءات جريئة، منها الإجراء الخاص بفتح باب الانتساب لنظام التقاعد لصالح أفراد الجالية، هو حلم تحقق، لقد كان مطلبا لجميع المغتربين، ونشكر السيد الرئيس على تجسيده. اليوم كان الخبر سعيدا بخفض سعر التذاكر، وهو إجراء آخر يأتي ضمن إجراءات عديدة هامة تم إقرارها لصالح الجالية، منها صندوق التضامن المخصص لنقل الجثامين الذي أعاد الكرامة إلينا كجالية. نشكر دولتنا على هذا الاهتمام. طرق التنمية والخطوات والبرامج تمتد، وها هي تلامس التطلعات وتتجسد على أرض الواقع. في عز ذلك تبرز شحنة وجدانية من كل مكان لكل جزائري يستمد منها نفسا جديدا أصبح يكبر في الصدور ويشق المسالك نحو الوطن. هذا وأعلنت أمس اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام سيكون غدا الأربعاء، وهذا خلال ندوة خاصة ابتداء من صلاة المغرب بدار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالعاصمة. وبهذه المناسبة تذكر سلطة الضبط السمعي البصري جميع نشطاء القطاع السمعي البصري بضرورة ضبط برامجها مع احترام خصوصية هذا الشهر الفضيل، والالتزام بقواعد أدابها وأخلاقيتها وعدم الانزلاق وراء الربح المادي ونسبة المشاهدة وتفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل أشكاله وأنواعه واحترام المرجعية الدينية الوطنية. كما تدعو سلطة الضبط القنوات السمعية البصرية إلى ضرورة حماية الأطفال وتقديم خدمة إعلامية ترقى إلى تطلعات العائلة الجزائرية. دوليا وفي المغرب سجل منذ بداية العام الجاري عجز في الميزانية قدر بأكثر من مليار دولار، فيما بلغ التضخم مستويات غير مسبوقة. عززت المخاوف من تعميق الأزمة الراهنة، خاصة وأن المواطن البسيط هو من يدفع فاتورة التأزم الاقتصادي والخيارات السياسية الخاطئة لحكومة أخنوش التي تواجه انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة والنقابات والجمعيات بخصوص هذا الوضع المتفجر وعجز الأخيرة عن إيجاد حلول الأزمات المتعاقبة. وفي فرنسا تبنت أمس الجمعية الوطنية قانون التقاعد الجديد المثير للجدل بعد فشل مجلس النواب في جمع الأصوات اللازمة لحجب الثقة عن الحكومة، حيث رفض البرلمان الفرنسي في أولى جلسات التصويت مقترح سحب الثقة عن الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن. يحدث هذا في ظل تواصل احتجاجات الشارع والتهديد بالتصعيد.
في الرياضة، يواصل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم تربصه التحضيري استعدادا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب النيجر لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفية المؤهلة إلى نهائيات كان 2024 بكوديفوار. الجولة الثالثة تلعب بملعب نيلسون مانديلا ببراقيغ بعد غد الخميس، على أن تلعب الجولة الرابعة يوم 26 من هذا الشهر بتونس. يذكر أن الخضر فازوا في الجولتين الأولى والثانية أمام أوغندا ثم تنزانيا، ويحتل صدارة المجموعة السادسة بست نقاط. كرويا دائما ولحسابية بالدور التصفوي الأول لكأس الملك سلمان للأندية العربية، يستقبل اليوم شبيبة الثورة نادي الكويت الكويتي بملعب ميلود هدفي بوهران. أبناء الجنوب يعولون على تدارك هزيمة لقاء الذهاب بهدف لصفر خارج الديار وتأهل إلى الدور الموالي. وبإمكانكم متابعة المقابلة مباشرة على القناتين السادسة الشبابية والقناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية ابتداء من الساعة 6:30 مساء. فبالتوفيق للثورة في هذه المغامرة العربية. بهذا نأتي لختام النشرة، ألقاكم في تمام التاسعة، إلى اللقاء.